بيانات كاملة بموقع الكوكب اللي متواجد فيه أوز، اسمه الكوكب الأزرق. الكوكب كله دلوقتي في خطر، وكرسي الحكم في خطر أكبر. اوعى تفتكر إنك مش هتتحاسب على اللي حصل ده، بس أخلص من الورطة دي. بس سيادتك عارف إن أوز ما خالفش القوانين. تبقى القوانين غلط، والقوانين كمان لازم تتغير. أوامرك. الكاميرات جاهزة، في خلال 3 ثواني هتكون على الهواء بتذيع كلمتك للشعب. 3، 2، 1 ابدأ. أبناء الكوكب الأبيض، طبعاً كلكم متعودين على إن أتكلم معاكم في الاحتفالات السنوية، بس النهاردة للأسف إحنا اضطرينا نلغي الاحتفال. إحنا وصلتنا من شوية رسالة من أوز ابن عمي، بيبلغني إنه في معركة كبيرة مع سكان الكوكب الأزرق المعروف باسم كوكب الأرض. أنا مضطر أبلغكم إن أوز في خطر، وكوكبنا كمان في خطر. كل الكوكب الأبيض من اللحظة دي لازم يستعد لمعركتنا الكبيرة مع كوكب الأرض. أنا اديت أوامري لكل القوات بالاستعداد لرحلتنا لاحتلال كوكب الأرض.